السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو طبعا كان في حتة خطأ في الامتحان، السؤال الأخير، معذرة يعني، لأنه أنا براجعه، بس أنا استغربت لحد اتصل بيا ولا استدعتوني، ولا في خطأ في السؤال، ولا أنتوا يعني الطبيعي يعني هي المفروض تبقى سي مش دي، على أساس البيتس تبقى ورا بعضها. فأنا لقيت لا حد استدعاني ولا في خطأ في السؤال، وأنتوا بص اسكت. فده الطبيعي يعني، لو في خطأ في السؤال نعم، ما كلمتني بالليل. لا ده الامتحان ظريف، ده انا حلل زيه هنا يعني، ما فيش في حاجه. ده هي بس ده السؤال المباشر يعني، ده كان المباشر اللي هو يعني دي، فهي في خطأ، فاحنا لغينا يعني قلت نظبط الدرجه بتاعتها، ندي صفار فيه وخلاص عشان يبقى كله زي بعض. فالنهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم على جزء جديد، فهنتكلم على حاجه اسمها انبوت اوتبوت انترفيس. احنا لو انت تتبعت الموضوع حتى الان، هو احنا اتكلمنا على اول حاجه يعني ايه بروسيسور، وشرحنا البنات بتاعته اللي هو التركيب الخارجي، وبعد كده قلنا البروسيسور ده هيشتغل في حاجه اسمها مينيمم مود وماكسيمم مود، وبعد كده قلنا لما يجي يشتغل في مينيمم مود وماكسيمم مود فله طرق من التوصيل، اللي هي الطريقه اللي سميناها البفرنج والدي مالتيبلكسنج، ازاي بيتم التوصيل. وبعد كده بدانا نخش جوه شويه، طب الاوامر بتاعته ليها حاجه اسمها الادريسنج مود، اللي هي بنصنف ازاي بتتعامل مع الميموري، وخدنا فيها جزء كويس ازاي الميموري، وعرفنا ان في عناوين اسمها سيجمنت واوفست، اتكلمنا على الريجسترات اللي موجوده جوه بالتفصيل. وبعد كده بدأنا نتكلم على حاجة اسمها الميموري انترفيس، طب لو أنا هوصل بيه ميموري من بره التوصيل هيبقى ازاي؟ بعد كده بدأنا ناخد شوية الانستراكشنز الأساسية اللي احنا ممكن نتعامل معاها، هنرجع بتاني الانستراكشنز في جزء الكودينج. بعد كده هنتكلم النهارده بقى على حاجة اسمها الانبوت اوتبوت انترفيس، طب أنا كبروسيسور ناوي أخرج الداتا. طيب أنت بطبيعة الحال أنت مش عايز تتعامل مع ميموري بقى، أنت عندك بورتس أو عندك خارج، عندي بقى برينتر، عندي سكانر، عندي ماوس، عندي مش عارف ايه اللي هي وسائل الادخال والاخراج. طب انت كبروسيسور عندك كام داتا باس؟ هو واحد. طب كام ادرس باس؟ واحد. طب انت ازاي الداتا باس ده هتعمل شيرنج مع بقيه الداتا؟ يعني الداتا اللي انا هبعتها دي بفرض ان انا لو هبعتها لكارت الصوت او للبرينتر، فهي هتروح للشاشه، هتروح مش عارف للبورتات الثانيه، فيقوم. فقال خلاص بيبقى اسهل حاجه دايما للمايكرو بروسيسور ان احنا نستخدم بعض الاي سيهات المساعده، ودي لا زالت موجوده حتى الان وبتتباع. ففي اي سي مشهوره قوي اسمها البي بي اي، اللي هي اختصارها بارلل بريفيرال انترفيس. الاي سي دي رقمها 8255، اي سي مشهوره موجوده 40 بن، هي بنفس طول البروسيسور 40 بن، ولكن الاي سي دي من مميزاتها ان هي اصلا اسمها بي بي اي، هي موجوده اصلا للتعامل مع الانبوت اوتبوت موديولز اللي تبقى موجوده بره، عايز تبعت اي داتا خارجيه فانت ممكن تبعت من البروسيسور وتوزع. زي ما انت كده عملت حاجه اسمها ميموري انترفيس وجبت كذا ميموري موجوده من بره وبدات تعمل شيرنج، والميموري دي هتشتغل مع الادرس الفلاني ودي مع الادرس الفلاني، فهو برضو عنده هنا ما يسمى بالبي بي اي. طب البي بي اي دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اي سي، ولكن الاي سي دي هي عباره عن 40 بن، اللي هي البي بي اي او ال 8255. الاطراف بتاعتها موزعه كالاتي، عنده 8 اطراف، الثمان اطراف دول اسمهم اطراف بورت اي، ودول عباره عن 8 اطراف بورت زي داتا بس كده جزئي او مؤقت، بيبقوا خارجين من البي بي اي او داخلين على حسب الداتا انت هتعمل ريد ولا رايت، اسمهم بورت ايه. وعندي 8 اطراف تانيين اسمهم بورت بي، وعندي 8 كمان اسمهم بورت سي. كويس جدا، يعني انت كان عندك داتا بس واحد، فبدل بقى ما ابعت الداتا بتاعتي للطابعه والشاشه والماوس والكيبورد و او استقبل منهم كلهم مره واحده، لا يا عم انا
هقسمهم لك. هقسم الداتا بتاعتي الى ثلاث اجزاء. جزء اسمه بورت A، ممكن ده يكون رايح للطبعة. جزء اسمه بورت B جاي مثلا من كيبورد. جزء اسمه بورت C جاي من ماوس. فاصبح مقسم بدل ما هو يبقى داتا بس واحد، انا هفردهم لك لثلاثة. وكل واحد من دولت هيبقى رايح لجهاز طرف تاني، سواء سيادتك هتعمل ريد او رايت، وبالتالي فهو باي دايركشنال حسب الاتجاه اللي انت عايزه. فاصبح الاي سي هتاخد منك فقط 8 بت داتا، اللي هم وليكن من دي 0 لدي 7 اللي هو الجزء بتاع الداتا باس اللي جاي من المايكرو بروسيسور، سواء سيادتك بقى ناوي تقرا او تكتب، وهو هيوزعها لك لثلاث اماكن. ما انا عندي الانبوت اوتبوت اللي موجوده في جهاز الكمبيوتر كتير قوي، فاحنا عشان نبدا نلم الموضوع ده انا هجيب لك اي سي واحده تتعامل مع ثلاثه. ده رايح مش عارف الجهاز فين، وده جاي فين، وده رايح فين. فكل سيادتك هتبعت ال 8 بت بتوع الداتا بس بتوعك اللي هنا، وهتحدد هم هيروحوا للطابعه ولا رايحين مش عارف للبرينتر الماوس ولا جايين مش عارف من مين. فانت بتحدد من كل دولت الاتجاهات بتاعت الداتا اللي موجوده. كويس جدا. يعني اصبح في 8 بت داتا موجودين، وفي ثلاث مسارات مختلفين هيخرجوا منهم على حسب انت ناوي تودي فين او هتجيب منين. طيب بناء على كده، ففي طرف موجود اسمه انبوت اوتبوت ريد، وطرف موجود اسمه انبوت اوتبوت رايت، وده متوصل بالاي سي، وده عشان يحدد هو انت ناوي تقرا ولا ناوي تكتب. وطبعا حته ناوي تقرا ولا تكتب، فدي اللي بتبدا تحدد هو الداتا هتبقى ماشيه او رايحه في انهي اتجاه. طرفين مهمين جدا اسمهم طرفين السلكشن، ودول اسمهم A0 وA1. هما تصادف ان هما واخدين نفس اول طرفين من الادرس. ما انا عندي الادرس بس من A0 لA20، فهما صدفه ان هم اسمهم A0 وA1. بحيث ان الطرف اللي اسمه A0 والطرف اللي اسمه A1 هو اللي بيحدد انت ناوي تتعامل مع مين دلوقتي في دول. يعني الموضوع ببساطه، دلوقتي الداتا اللي انت هتبعتها دي هتخرج من هنا ولا هنا ولا هنا؟ هتبعت الداتا في الوقت ده لاني واحده فيهم؟ هو طبعا انا ممكن اخرجها من الثلاثه بس مش في نفس الوقت. فقال خلاص احنا هنعمل لك طرفين اسمهم سيلكشن، هما اللي بيحددوا الكنترول بالظبط. فلو سيادتك حطيتهم 0 0، فسيادتك هتتعامل مع بورت A، ولو حطيتها 1 0 فهتتعامل مع بورت B، 0 1 هتتعامل مع بورت C، 1 1 هتتعامل مع ما يسمى بالسي ار، وده اللي احنا بنسميه الكنترول ريجستر. الكنترول ريجستر يعني ايه؟ يعني على حسب الطرفين دول فسيادتك بتحدد هي الداتا اللي جايه دي هي هتروح لهنا او هنا او هنا، او حاجه اسمها الكنترول ريجستر. حيث الكنترول ريجستر ده هو عباره عن ريجستر جوه الاي سي ده اسمه السي ار ريجستر. طب هو الريجستر ده بتاع ايه؟ الريجستر ده هو المتحكم، هو اسمه الكنترول ريجستر، هو المتحكم في سلوك الاي سي دي. هي البورت دي داخل ولا خارج؟ طب دي داخل ولا خارج؟ طب دي ولا داخل؟ طب انت هتبعت الداتا ولا هتستقبل الداتا؟ طب انت هتبعت سيتنج، هتعمل سيت ولا هتعمل ريسيت؟ طب اسلوب التعامل هيبقى ماشي ازاي؟ فده الريجستر اللي احنا بنسميه الكنترول ريجستر. يعني ببساطه الداتا اللي انت هتبعتها دي على حسب دول، لو دول 0 0 يبقى الداتا دي مخصصه للبورت A، لو 0 1 بورت B، بورت C، لو 1 1 يبقى الداتا اللي جايه دي هتتخزن في مين؟ في الكنترول ريجستر. يعني انت بتحدد وجهه تعامل البروسيسور مع مين بالظبط في البي بي اي من الاربعه اللي موجودين دول. طيب عندي طرف الفي سي سي وطرف الفي اس اس اللي هما الطرفين بتوع الارضي، عندي طرف اسمه ريسيت وده برضو كان طرف موجود في المايكرو بروسيسور، والطرف ده موجود عشان يعمل ريسيت للاي سي. ريسيت يعني ايه؟ يعني هيصفر الكنترول ريجستر ويصفر الداتا اللي بتبقى موجوده. والطرف المهم اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، وده الطرف اللي احنا سميناه السي اس اللي هو التشيب سيلكت، هو ده الطرف اللي بيعمل انيبل للاي سي دي عشان نحدد هي الاي سي دي هتبقى شغاله ولا مش هتبقى شغاله. في مشكله حتى الان؟
يبقى الاي سي دي بورت اي بورت بي بورت سي والكنترول ريجستر، وبعد كده الداتا باس اللي موجود بيحدد هتتعامل مع انهي واحد في دول، والاطراف بقى بقيه اطراف الكنترول اللي موجود. طب نعم لا بقيه اطراف الداتا هقولها لسه. احنا لما جينا نشتغل مع الميموري انترفيس قلنا ان المايكرو بروسيسور الداتا باس بتاعه كام؟ 16. فقلنا لما كان بيخرج ال 16 كداتا باس انت الميموري كده كده العرض 8. فقلنا عشان نبقى الموضوع اسرع شويه فقسمناها تو بانكس الايفن والاود. دخلنا من دي 0 لدي 7 على الاود الايفن بانك، ومن 8 ل 15 على الاود بانك. هنا نفس الوضع بالظبط، بمعنى دي البي بي اي كسنجل تشيب. ايوه طب ما انت البروسيسور هو مش هيخرج 8 هو هيخرج 16. طيب هات اثنين، هيبقى في عندك بي بي اي للاود بانك وبي بي اي للايفن بانك، واصبح في اطراف سيلكشن اي 0 واي 1 داخلين، وعندي طرف للتشيب سيلكت. وشوف بقى انت هتعمل ايه من حيث الاطراف اللي موجوده دي كلها، بس احنا لسه هرسم الرسمه بالتفصيل بس بعد ما اخلص. اخر حاجه عشان نبقى خلصنا البي بي اي، البي بي اي جاء قدم لك ميزه، قال ايه؟ قال ان البورت سي ليها حاله خاصه، الا وهي ان انا ممكن اتعامل مع انصفها، انصف البورت بي. يعني بدل ما تشتغل على ال 8 بت انا ممكن اشتغل على الاربعه. واصبح عندي بورت سي من 0 لحد بورت سي 3، ودي بنسميها البورت سي لور، اللي هم الاربعه بتس اللور بتوع بورت سي، وبورت سي من 4 لحد بورت سي 7، ودي سميناها البورت سي هاير اللي هم الاربعه بتس بتوع بورت سي، على اعتبار ان في بعض التطبيقات اللي انت ما بتبقاش محتاج تبعت لها 8 بت، انت محتاج تبعت بس كام؟ زي لو انت ناوي تتعامل على سبيل المثال مع 7 سيجمنت، يعني في تطبيقات كتب كتيره تلاقيه جايب لك البروسيسور بيبرمج 7 سيجمنت. برمج 7 سيجمنت طب 7 سيجمنت عشان تشتغل محتاجه ايه؟ لو انا هستخدم الديكودرز فانت محتاج اربع اطراف اللي هم من 0 ل 9. طب الاربع اطراف دول هتخرجهم ازاي؟ خلاص فانا عندي حاجه زي البورت سي ان انا ممكن اتعامل مع انصافه، ان انا اتعامل مع البورت سي لور او هاي، يعني ممكن يبقوا نصين. بينما البورت اي والبورت بي هم كلهم كاملين على بعض، هم تتعامل مع 8 بتس، وبالتالي بورت سي يا اما تقسمها نصين لور وهاير، يا اما تتعامل مع البورت سي ككل، هل هي هتبقى كلها داخل او كلها خارج؟ هل في مشكله يا جماعه حتى الان؟ طيب قبل ما ابدا اشرح التفاصيل بتاعه الاطراف، طيب هو الكنترول ريجستر ده محتوى ايه؟ كنترول ريجستر هو من اسمه الريجستر المسؤول عن تحديد هويه البورتات اللي سيادتك هتبدا تتعامل معاها دي، هي نوعها هيبقى داخل ولا نوعها هيبقى خارج، او تشغيلها هيبقى ماشي ازاي. تعال نشوف دلوقتي الكنترول ريجستر كسي ار المحتوى بتاعه، وده اللي هيظبط عمليه برمجه الاي سي. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ لو اتكلمنا على الكنترول ريجستر فهو ريجستر داخلي 8 بت. ريجستر داخلي 8 بت. البت الاولى لبرمجه البي سي لور، وبعد كده البورت بي، وبعد كده في بت اسمها المود، وبعد كده البورت سي هاير، وبعد كده البورت اي، وبعد كده التو بتس دول بتوع المود، ودي ستاندرد قيمتها بواحد. ده محتوى الريجستر اللي جوه الاي سي دي اللي الداتا بتاعته بتاثر في سلوك الاي سي. طيب واحده واحده، هو ايه البي سي لور؟ هي البت دي المسؤوله عن تحديد اتجاه بورت سي، هي بورت سي اللي سيادتك حاططها دي انت عايزها داخل ولا خارج. حته داخل او خارج دي بالنسبه لمين يا شباب؟ بالنسبه للاي سي اللي هي نفسها ريلاتيف للبروسيسور. يعني لما اجي اقول لك انا عايز اكتب برنامج عشان اقرا من بورت سي، يبقى بورت سي بالنسبه لي في الحاله دي هتبقى داخل الريفرنس بالنسبه للبروسيسور او البي بي ار. فقال والله لو انت حطيت واحد في البت دي
فدي معناها انك هتبرمج البورت سي لور ان هي هتبقى امبو، ولو حطيت فيها صفر فانت كده هتبرمجها ان هي هتبقى او. طب اشمعنى بورت سي لور؟ اصل هي فيها ميزه ان ممكن تتعامل البورت سي الانصف، ففي بت مخصوص عشان البورت سي، وواحد انبوت وزيرو اوتبوت عشان ما تنساهاش، الواحد شبه الاي والزيرو شبه البرتقاله، فيعني شبهه. طب البورت بي دي البت المسؤوله عن برمجه بورت بي كلها، هتبقى داخل ولا خارج، واحد انبوت زيرو اوت. كذلك البورت سي هاير، كذلك البورت اي. يبقى انت دلوقتي ممكن تحدد كل واحده من دولت هي هتبقى داخل ولا خارج. عندنا حاجه اسمها المود، والمود ده فيه ثلاث اصناف. صفر يبقى انت شغال حاجه اسمها مود زيرو، او مود واحد، او مود اتنين. طيب زيرو زيرو واحد، فهي مود زيرو ومود واحد. امال التو بيتس دول؟ لو صفر صفر فهي مود زيرو، لو واحد صفر فهي مود واحد، لو واحد ودونت كير سوري زيرو واحد، يبقى دونت كير وواحد، يبقى ده اللي احنا بنسميه مود اتنين. الاي سي دي ممكن تشتغل بثلاثة مود سريعا بس عشان ما نشغلش ونوجع دماغنا. مود زيرو ده المود الطبيعي اللي بتبقى الاي سي فيها شغاله باي دايركشنال انبوت اوت. لو انت مشغل الاي سي دي في مود زيرو، فالبورتس دي شغاله باي دايركشنال انبوت اوت، يعني الداتا اللي سيادتك هتبعتها من الداتا بص دي لها احتمالات انها تدخل او تخرج على حسب الاتجاهات بتاعتك. لو شغال مود واحد يبقى انت شغال حاجه اسمها سيت ريسيت. سيت ريسيت البورتات بتفقد هويتها ان هي هتبعت داتا، هي بتبقى شغاله عشان تعمل سيتنج الاشارات وريسيت الاشارات، ما بتفسرش كداتا. مود اتنين وده بيستخدم عشان الانتربت، لو انت ناوي تتعامل كالاكسترنال انتربت. وبالتالي دول التلاتة مودز اللي بنشتغل عليهم الاي سي، وبالتالي انت ممكن تخلي الاي سي الوظيفه بتاعتها تختلف على حسب انت هتشتغل في انهي مود. الاثنين الاثنين لو انت المود ده المود ده هو المسؤول عن تحديد الجروب الاولاني اللي بنسميه جروب بي، والمود ده هو المسؤول عن تحديد الجزء الثاني اللي احنا بنسميه جروب A. فانت ممكن تبقى مشغل بورت B والبي سي لور في مود، ومشغل بورت C هاير والA في المود الثاني. باي ديفولت على سكيل الكورس بتاعنا ان هنبقى شغالين برمجه ورايح وجاي، فاحنا هنبقى شغالين على مود زيرو، وبالتالي باي ديفولت هتلاقي البت دي بصفر، ولازم البت دي تبقى بصفر، والبت دي تبقى بصفر، والبت دي قيمتها بواحد. يعني انا لو جيت قلت لك عايز اكتب كود في البروسيسور عشان اقرا داتا من بورت A واخرجها من بورت B، يعني انا عايز ابعت داتا مثلا من الكيبورد على الشاشه وليكن، او على الطبعه، عايز اخد الداتا من هنا اوديها هنا، في الحاله دي بورت ايه هتبقى؟ انبوت ولا اوت؟ هقرا الداتا من بورت ايه واخرجها من بورت بي، او اقرا الداتا واعمل لها بروسيسنج، اجمع عليها حاجه، اشفتها، اضربها كذا، ما مش عارف ايه، واخرجها من بورت بي. يبقى بورت ايه في الحاله دي قيمتها انبوت واحد، وبورت بي هتبقى، يبقى انا عشان اظبط الاداء ده بالنسبه للاي سي، يبقى انا هروح اقول له البورت سي لور هو ما قالش عنها حاجه، يبقى هي دلوقتي مش فارقه صفر او واحد. بورت بي هي بورت بي هتبقى خارج، وبالتالي هتبقى صفر، وانا شغال جنرال فالمود بزيرو. وبعد كده بورت سي هاير هي مش فارقه معايا، وبعد كده بورت ايه هتبقى داخل يبقى قيمتها بواحد، وبعد كده المود زيرو فهتبقى صفر صفر واحد.
يبقى الكنترول ريجستر لازم يتبعت له 90 هكساديسمال عشان يبرمج ان بورت A هتبقى دخل وبورت B خارج. ده بناء على الوظيفه اللي انت عايز تعملها. فاصبح قيمه الكنترول ريجستر اللي يحدد الاتجاهات بتاعتها على حسب القيمه انت تشوف انت عايزها داخل ولا خارج. هل في مشكله حتى الان؟ طيب هاردوير بقى لما اجي اوصلها. اتفضل. في مودز كتيره للتشغيل بتاعتها. في مود باي دايركشنال اللي هو التشغيل العادي انبوت واوت. مود تاني بتبقى حاجه اسمها سيت ريست. بتبقى فيها ايه بقى؟ بتبقى الاي سي البنايه سي بتخرج واحد ولما ابعت له الاشاره بشكل ما تقوم تقلب صفر. تعرف توجل اللي هي صفر وواحد صفر وواحد اللي هي مش انتوا عارفين في حالات اسمها توجل سويتش او اللي هي تضغط ضغطه تبقى واحد ضغط عليها تاني تبقى صفر وواحد صفر وهكذا. هو بالظبط كده. هو مخرج اشاره بحاله ولما ابعته للستاتس الجديده الحاله تقلب زيرو وبعد كده ابعت تاني تقلب واحد تقلب زيرو. فدي اسمها حاله سيت ريست. بتبقى انت خرجت انك انت عايز تبعت داتا صريحه انت بس عايز تبعت اشارات وحاد وصفار في وقت معين. الوحاد والصفار دي اكيد ما عادتش داتا. ده هي تعمل سيت الاوبريشن هتشغل حاجه او هتفصل حاجه. والمود الثاني لو انت هتشتغل في حاجه اسمها الانتربت والهاند تشيكينج. دي لو انت هتبدا تشتغل مع الاكسترنال انتربت اللي هي الاشارات المفاجاه اللي هتيجي من بره. فعلى حسب الوظيفه بتاعتك احنا بنحدد بقى الكنترول ريجستر القيمه بكام والمود ووظيفه البنات بتاعتك. من خلال ايه؟ لا هو مود 2 لو هتشغله مش هتبقى في الجروب بي. مود 2 هنا بس. يعني اللي هيشتغل في حاله الانتربت دي بورت A وبورت C هاير فقط. لكن جروب بي اللي هي البورت B والبورت C لور هم شغالين باي دايركشنال يا شغالين سيت ريست. مود 2 فقط قاصر على البورت C هاير والبورت A. حد يا شباب عنده اي استفسار؟ طيب تعالى بقى بعد القصه اللي احنا عملناها دي. طب هو كهاردوير بقى هتتوصل ازاي؟ تعال نشوف التوصيل بتاعه. هتوصل يبقى عندك اود بانك وايفن بانك لان الداتا بس بتاعي 16 وعشان تقسمهم فيبقى 8 هيخرجوا من البورتس وبالتالي فانت عندك 2 اي سي. واحده بي بي اي اللي هي الايفن بانك والثانيه البي بي اي اللي هي الاود بانك. تمام. دي ليها بورت ايه؟ وبورت بي وبورت سي واطراف الداتا اللي من دي 0 لدي 7 وليها الكنترول ريجستر بتاع الايف. هنا نفس الوضع بورت A وبي وسي بس هنا بقى الداتا باس اللي هي من دي 8 لحد دي 15. خلاص ثابت معايا الانبوت اوتبوت ريد والانبوت اوتبوت رايت والريست وهنا الانبوت اوتبوت ريد والانبوت اوتبوت رايت والريست. اختلاف بس هنا هيبقى فيه تشيب سيلكت والاختلاف هنا هيبقى فيه تشيب سيلكت واخطر طرفين عندي اللي هم الاي 0 والاي 1 وهنا الاي 0 والاي 1. ماشي. طيب هم الاي 0 والواحد دولت هيجوا منين؟ هيجوا من البروسيسور. طب هيجوا منين من البروسيسور؟ ما هو نتيجه لان الكنترول ريجستر هو كل اللي بيعمله
بيحدد اتجاه دول، والوظيفه هي باي دايركشنال ولا هتبقى سيت ريست. فانت عشان تميز ده من ده من ده، انت عارف ان اي حاجه جوه البروسيسور في النهايه هي بتقول لعنوان وداتا. يعني البروسيسور لا يعرف كيبورد من ماوس من برينتر من ما اعرفش الكلام ده كله، في النهايه بتقول الى داتا، الى ادرس او داتا. فعشان اميز بقى الكيبورد دي من الماوس دي من البرينتر دي من 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 من، يبقى انت في النهايه محتاج ان دول عشان يميزوهم يبقى دول احد اطراف العناوين. عشان لما ادي عنوان معين ده عنوان السوكت بتاع الكيبورد، عنوان تاني ده عنوان السوكت مثلا بتاع السيريال، ده عنوان السوكت مش عارف الكيبورد، ده عنوان بتاع الماوس. وبالتالي اصبح الاي 0 والاي 1 نتيجه لان هم بيميزوا كل واحده من دولت، فاصبح دول لازم يبقوا احد اطراف العناوين. طب هتاخد انهي طرف عنوان؟ ما هو العناوين اللي بتخرج من المايكرو بروسيسور من اي 0 لحد الاي 19 اللي هم ال 20 طرف. لو انت فاكر واحنا بنشرح الانستراكشنز المحاضره اللي قبل اللي فاتت، قلنا لما نيجي نتعامل مع البورتس الخارجيه مع البورتس عندنا امرين، في امر اسمه ان وامر اسمه اوت. لو سيادتك فاكر الامر اللي اسمه ان كنت بقول له ان اي ال اي ال والبورت ادرس، والبورت ادرس وعنوان البورت. ان اي ال والبورت ادرس معناها ايه؟ قلنا ساعتها خد الداتا من البورت اللي ده عنوانها حطه في الاي ال ريجستر. واتفقنا ان الامر ده عشان يتعامل مع البورت، فالبورت دي عنوانها بيبقى 8 بتس. 8 بتس، انا في كمات كتيره في الكمبيوتر الادرس بتاعها 8 مش 32 ولا 64، كمات اليو اس بي والسيريال والحاجات دي ده بتبقى 8 بت. ولما تيجي تخرج فالامر اسمه اوت على البورت ادرس واي ال، ودي معناها خرج الداتا من الاي ال على البورت اللي عنوانها، وده يشترط ان البورت دي برضه عنوانها كام بت؟ 8. فانت لو هتتعامل مع بورت 8 بت يبقى الادرس بتاعها 8 وده الامر. خدنا حاله ثانيه لو الادرس مش 8، لو الادرس 16، حد فاكره؟ مظبوط، كنا بنحطه فين؟ في الدي اكس ريجستر. فاصبح بدل ان ال والبورت بي انا هحط الدي اكس ريجستر، على اعتبار ان الدي اكس ريجستر هو اصلا ريجستر 16 بت، واحنا قلنا زمان من ضمن الوظائف بتاعته ان هو بيخزن عناوين الانبوت اوتبوت ادريسز اللي احنا هنتعامل معاها. يعني انت قصدك تقول ايه؟ انا قصدي اقول انك لما تيجي تتعامل مع دي قدامك حاجه من اثنين، يا اما انت هتبقى محتاج عنوان 8 بت، يا اما محتاج عنوان كام؟ 16، لكن مش كل ال 20 هتاخدهم، انت يا 8 يا 16. لو فرضنا انك هتشتغل على 8 بت مثلا، يبقى انت عندك اطراف الادرس اي 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، وبقيه الاطراف دونت كير. لان في النهايه البورت دي عنوانها 70 هكسا ديسيمال، البورت دي مثلا 72، البورت دي 74، ما هو العنوان كام بت في النهايه؟ 8 بت. مظبوط، ده لو حد فاهم حاجه. طيب كده كده غصب عنك الاي 0 هيروح. ليه الاي 0؟ ما هو ده الطرف الوحيد اللي هيميز ما بين الاود بانك والايفن بانك، فالاي 0 ده هيخرج من معاك، ده هيروح على ناند جيت على التشيبس اللي فيه. ونفس الوضع هيبقى في هنا كده ناند جيت، بس مش معاها الاي 0، معاها الباس هاي انيبل. طيب ايه 1 2 3 4 5 6 7؟ عشان يساهموا في عناوين البورتات، في اثنين منهم هيتحطوا على الاي 0 والاي 1، في اثنين منهم هيتحطوا على الاي 0 والاي 1. انهي اثنين؟ حسب، هو كده كده الاي 0 طار، ممكن تحط هنا الاي 1 والاي 2،
تحط الثلاثة واربعة، اثنين وخمسة، اربعة وسبعة، مش زي الميموري. ليه مش زي الميموري؟ لان في الميموري الادريسيز بتبقى ورا بعضها، يعني الميموري لوكيشن بتبقى ورا بعضها. يعني انا لو عندي الميموري واحد كيلو، اول عنوان صفر، فاللي بعديه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، انا هنا مش فارقة. هو ده بورت ممكن تبقى سبعين مثلا، ممكن دي تبقى 72 او 9 او 92، ممكن دي تبقى مش عارف ايه، فهي مش فارقه بالنسبه لي. وبالتالي مش شرط العناوين تبقى مظبوطه. تالي المثال اللي جالك في الامتحان اللي كان فيه خطا ده، ممكن العنوان ده كان يبقى عنوان انبوت اوتبوت، كان يمشي كويس جدا، لان لا التزم بترتيب او ان الاطراف لازم يبقوا ورا بعضهم. يعني ممكن في مثال ما تلاقي نفسك محتاج تحط هنا مثلا الاي 3 والاي 7، لقيت ان الاي 3 والاي 7 هما الطرفين اللي انا هحطهم هنا، هيبقى مين؟ هيبقى الاي 1 و2 و4 و5 و6. الواحد والاثنين والاربعه والخمسه وسته اكيد هيبقوا ثابتين على مدار التشيب، لان هي دي الاطراف اللي هروح مع دي، واحد واثنين واربعة وخمسة وستة، هستخدمهم عشان اعمل انيبل للاي سي. حد فاهم حاجة؟ مش احنا جينا في الميموري انترفيس طلعنا الرينج بتاع الادرس من ايه واحد لكذا على حسب الويتس، وبعد كده قلنا بقية الاطراف مالهم؟ هيبقوا ثابتين عشان يعملوا اكسس على دي، وبالتالي فالاطراف دي هتبقى ثابته، فاستخدمتها على الشيب سيلكت. هو نفس الوضع، بس انا هاخد من دول طرفين، انا عايز من دول طرفين بس، والطرفين دول هم اللي هيعملوا لي سيلكشن هي انهي واحده من دول. وبناء على ذلك فبقيه الاطراف التي لم تستغل في العنوان فهي هتستخدم عشان تعمل الشيب سيلكت للاي سي دي، عشان لما اجي اخرج العنوان يبقى يروح يعمل انيبل للاي سي دي بعينه. طيب تمام زي الفل. يبقى انا هاخد من هنا طرفين والباقي هيروح مع الاي زيرو، ومعاك لسه الام سلاش اي او. وفي الحاله دي لو هي ميموري فالام سلاش اي او، سوري، لو هي انبوت اوتبوت فالستيتس بتاعت الام سلاش اي او هتبقى قيمتها بكام؟ بصفر. واتفقنا ان ده عشان تخرج صفر يبقى لازم اللي داخل كله يبقى وحايد، فالطبيعي ان دي هتخش على نود جيت وعلى حسب دول بكام، ودي هتبقى بصفر فدي هتخش على نود جيت عشان تبقى بواحد. الحاله اللي هناك ما خلاص، ما هو الباص هاي انيبل هيبقى له نود جيت عشان يخش مظبوط. دخل بقى بقيه الاطراف اللي هي الاي 1 و2 و3 و4، احنا حاطينها 3 يبقى و4 و5 و6 مع الام سلاش اي او، وخد بقى الاطراف دي هي اللي تدخلها عشان دي هي اللي هنعمل بيها تشيب سيلكت. هي زي الثانيه بالظبط، بس الاختلاف ان زاد عندي بقى طرفين من العنوان هطلعهم فوق بخلاف الاي زيرو اللي انا هستخدمه عشان يعمل ايه. احنا كده كل اللي عملناه ان احنا ظبطنا الرسم، يتبقى بعد كده ان انا اطلع مين بقى؟ الكود. دي لها كود هيتكتب في المايكروبروسيسور لو عايز تتعامل معاها، ودي لها كود هيتكتب لو عايز تتعامل معاها. هي دي براحتك، بس انا طبعا ببقى جايبها في الامتحان متظبطه ان هو مفيش غير دول ينفع. يعني انا ببساطه كده عشان اظبطها لك في الامتحان هجيب لك دول ولهم كود بقى كبير هيتكتب، هاخد من هنا من الايفن بانك اجمع مش عارف على مين وخرج من الاود بانك، بحيث انك انت تبقى قاعد ما انتش عارف هي رايحه منين وجايه منين. ما هو ايفن على اود، تمام كده، بس هي هتتعبل ستيب باي ستيب، هحل لك واحده دلوقتي مفيش فيها مشكله. بس المشكله هديك عنوان واحده منهم، هقول لك مثلا بورت سي في الاود بانك عنوانها كذا، علما ان بورت سي في الاود بانك مثلا بالعنوان الفلاني. استنتج انت بقى بقيه العناوين اللي موجوده، وصل واعمل واشتغل الكلام ده كله. انا هاخد مثال دلوقتي، لكن طبعا لو هي مفتوحه فده جنرال بقى، كل واحد هياخد الاطراف اللي هو محتاجها. اتفضل. نعم؟ لا انا هنا برضو هحط الثلاثة واربعة. الثلاثة وسبعة، اسف.
لا الاي 0 مش هتخش هنا. ما الاي 0 انا حطيتها هنا عشان تعمل سيلكشن. فالبديل بتاعها هنا في الاود بانك الوالد شيب سيلكت الباس اي انيبل قصدي. مش هتخش هناك. دخلتها في الميموري انترفيس. ما حطيناهاش، احنا حطينا الاي 0 عشان نعمل انيبل في الميموري في حاله الايفن والاود ما استخدمناهاش. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ طيب هسيب الرسمه كده واكتب في جنب كده المفروض. صغيرة هقسم لجزئين. هو طبعا السؤال بيبقى جاي هرسم وبعد ما ارسم هكتب الكود. فهو في الاول انا بس عايز اعمل ديزاين لميموري انترفيس بحيث اعمل حسابك ان الكنترول ريجستر اللي هيبقى موجود في الايفن بانك العنوان بتاعه 44 هكسا ديسيمال. هات بقيه العناوين انت كده كده هتجيبها وبعد كده هبدا اكتب. لو احنا هنكتب كود هنكتبه ازاي؟ ماشي. هو البورت ادرس هنا كام بت؟ دول كام بت؟ قصدي الشغل الطبيعي 8 يبقى انا هاخد من اي 0 لاي 7. طب افرض البورت ادرس 16 يبقى انا هاخد من اي 0 لاي 15 وهطير الاي 0 وهاخد من 1 و15 اخش لهم. صحيح في اربعه باقيين بس هو دونت كير بالنسبه لي. طيب بالنسبه لي انا هنا في الحاله دي الاطراف هتبقى متوزعه كالاتي. ادي الاي 0 1 2 3 4 5 6 7. المفروض عندي بورت A وبورت B وبورت C والكنترول ريجستر. ده عنوان كل واحد فيهم. ده هنا في الهاير او في الايفن وفي زيهم في الاوضه. هو قال عنوان الكنترول ريجستر كام؟ 44 في الايفن ولا في الاوضه؟ في الايفن 44 يعني 0 0 1 0 وبعد كده 0 0 1 0 44. يبقى الكنترول ريجستر هنا عنوانه 44 هكسا ديسيمال. كويس جدا. طيب هو مين اللي يقول لك انك هتتعامل مع الكنترول ريجستر او بورت اي وبي وسي؟ الاطراف اللي اسمها اي 0 و 1. فعشان يبقى ده عنوان الكنترول ريجستر يبقى لازم انت حطيت هنا داتا معينه بحيث ان ده يطلع العنوان بتاع الكنترول ريجستر. وعشان ده يبقى الكنترول ريجستر يبقى الطرفين دولت احتمالاتهم كام؟ احنا قلنا بورت A احتمالها 0 0 ودي 1 0 ودي 0 1 والكنترول ريجستر 1 1. فين هنا الطرفين اللي هم 1 1؟ هو ما فيش غير الـ A 2 والـ A كام؟ خلاص يبقى باي ديفولت يبقى هنا هيبقى الـ A 2 وهنا الـ A 6. هنا هيبقى الـ A 2 والـ A 6. مش معنى ما هما طلعوا، ما هما الطرفين الوحيدين اللي يقولوا لي انك هتتعامل مع الكنترول ريجستر ان انا احط هنا وحدين. والطرفين اللي فيهم وحدين مفيش غير الـ A 2 والـ A 6. يبقى باقي الاطراف التي لم تستغل في العنوان حالتها ايه؟ ثابت. يعني الـ A 0 ثابت لانه كده كده هيخرج من معاك لان ده الايفن بانك. ودي هتبقى 0 0 0 ودي هتبقى 0 0 0 0 0 احنا شفتنا 0 0 واصفار كتير يعني. ودي هتبقى 0 0 0
زي الفل. امال بقى الطرفين دول حالتهم ايه؟ ما هم هيتغيروا على حسب انت هتعمل اكسس على مين. يعني لو انت هتشتغل على بورت ايه فالطرفين دول هيبقوا 0 0، لو بورت بي هيبقى 1 0، لو بورت سي هيبقى 0 1، ولو كنترول ريجستر هيبقوا 1 1. مظبوطه كده؟ فاصبح بورت ايه في الايفن عنوانه 0 0 هكساديسيمال، 0 0 هكساديسيمال. بورت بي في الايفن عنوانه 0 4 هكساديسيمال. البي سي عنوانه بورت سي 40 هكساديسيمال، ودي 44. هي العناوين طلعت 0 2 4 6، طلعت زي الميموري انترفيس. ليه؟ اصل مش لازم الطرفين يبقوا ورا بعض. لو كانوا الطرفين ورا بعض هتلاقي دي 0 2 4 6 او 4 6 8 ايه على حسب، لكن هنا 8 الاطراف مختلفه. طيب دي العناوين في الايفن بانك. طب في الاود بانك العناوين هتبقى كام؟ هي زيها، بس كل اختلاف ان الاي 0 في الحاله دي هتبقى قيمته بكام؟ بواحد. يعني بورت ايه بدل ما هي 0 0 هتبقى 0 1 هكساديسيمال، وبورت بي هتبقى 0 5 هكساديسيمال، وبورت سي هتبقى 41 هكساديسيمال، وبو كنترول ريجستر احنا هيبقى هنا هتبقى قيمته 45 هكساديسيمال. خلاص كده احنا جبنا العنوان. يبقى انا اديني عنوان واحد وانا اجيب بقيه السبع عناوين، تمام كده؟ بس انا عشان اظبط ان العنوان يطلع مظبوط او كلنا نطلع نفس الحل، فاجيب لك الكنترول ريجستر يا اما مين؟ البورت ايه؟ يعني البورت ايه عشان يطلع البورت ايه لازم دول يبقوا كام؟ هقوم جايب لك دول كلهم وحيد. هجيب كلهم وحيد ما عدا 2 بيتس اللي هم بكام؟ بصفار. يبقى انا كده اجبرتك ان الحل يبقى واحد. لكن لو هم كلهم صفار، يعني اديتك قلت لك البورت ايه كلها صفار، فليك الحريه المطلقه بقى انك تاخد انهي اثنين اللي هتشغلهم وانهي اثنين اللي هتبدا تشتغل معاهم. طب كده الشيب سيلكت سيركت انا هحط هنا الباس هاي انيبل، وباقي الاطراف التي لم تستغل في العنوان اللي هي 1 و3 و4 و5 و7. 1 و3 و4 و5 و7 والام سلاش اي او لازم كله يبقى داخل بوحيد، يبقى دي هيتعمل لها نوت، وطبعا هم كلهم بصفار، فدي هيبقى اتعمل لها نوت جيت نوت جيت نوت جيت نوت جيت نوت جيت نوت جيت، وده في الاخر هتطلع. يبقى انا كده عملت انيبل للتشيب الاود بانك. الايفن بانك هتبقى نفس الوضع، بس بدل الباس هاي انيبل هنستبدلها بمين؟ بالايزيو. هكتب بس العناوين هنا. معلش علي صوتك شوية. اي 0 1 يعني 44 دي الاي 0 بصفر، فده ده الايفن. ولو قلت لك ممكن ده الكنترول ريجستر اللي عنوانه 45، فانا هعرف من ال 45 دي مثلا ان هو ده الاود بناء على ان الاي واحد بواحد. احنا بس اتمنى اول مساله. خلاص يا شباب، دي الخطوه الاولانيه اللي هي ان انا ارسم الديزاين.
نيجي بقى لخطوه الكود. طب ده كده 8، انا كده شغال 8. لو 16 بقيه الاطراف التي لم تستغل في العنوان، ما الداتا، الداتا بتاعت البورت 8 اصلا. لا لا، دي بورتات، ده عنوان، عناوين مختلفه. دي بورت 0 ودي بورت 01. بورت عندك 8 بت، فانا واخد مثلا دي كوم سيريال ودي كوم سيريال اللي بعديه. مفيش تشابه اسماء. هو بورت ايه ده؟ عشان الاي سي هي اسمها بورت ايه، لكن هو البروسيسور ما بيعرفش اسماء، هو بيعرف عناوين وداتا. بالظبط كده، هما اثنين مختلفين تمام. صحيح اسمها بورت ايه بس الاثنين مختلفين. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ طيب السي ار عنوانه ب 54، هي ممكن تيجي. ففي الحاله دي انت في عندك كام واحد؟ خلاص اختار اي اثنين، بس دي ما تعمليش حل واحد. انا عشان اظبط الحل كله يبقى واحد، النتيجه واحده، فلازم اجيب لك هما الوحدين دول اللي موجودين، او هما الصفرين دول اللي موجودين. معايا شباب؟ دي الخطوه الاولانيه اللي هي خطوه الديزاين. تعالى بقى لخطوه الكود سريعا كده، نعمل واحده. بفرض بقى ان انا عايز اقرا بورت ايه، عايز اقرا الداتا اللي داخله من بورت ايه في الايفن بانك واجمعها على الداتا اللي هقراها من بورت بي في الاود بانك، وبعد كده جيت ذا ريزلت اوتبوت من بورت سي في الايفن والاود. حاجه كده صغيره. عايز تعمل ايه؟ عايز اقرا الداتا اللي جايه من بورت ايه في الايفن على الداتا اللي جايه من بورت بي في الاود، واجمعهم واخرج الريزلت من بورت سي في الاثنين. مثال تيست يعني، ما بيديش وظيفه مفهومه بس مثال تيست. حلو جدا. تعالى بقى هنا. طبعا عشان تكتب اي كود او تبدا تستقبل اي داتا او تجمع او تخرج، فانت محتاج انك انت في الاول تحدد الاتجاهات. هي البورتات دي هتبقى داخل ولا خارج؟ فهو بيقول اقرا الداتا اللي داخله من بورت ايه في حاله الايفن. يبقى بورت ايه هنا شغاله، يبقى ده ام، واجمعها على الداتا اللي هتقراها من بورت بي في الاود، يبقى دي ام، وخرج الريزلت من بورت سي في الايفن والاود. يعني بورت سي دي هتبقى خارج وبورت سي دي هتبقى خارج. متفقين على كده؟ طيب عشان بقى انا اخلي دي انبوت واخلي دي اوتبوت، مين اللي هيظبطهم لك انبوت ولا اوتبوت؟ كنترول ريجستر. طب الكنترول ريجستر كان ترتيب البيتس بتاعته ايه؟ كان ترتيب البيتس بي سي لور، بورت بي صفر، بي سي هاير، بورت ايه صفر صفر واحد. طيب الاي سي الايفن دي بورت سي لور حالته ايه؟ خارج. طب بورت بي مش معروف، زيرو. طب بورت سي هاير، خارج. طب بورت ايه؟ انبوت، وبعد كده زيرو زيرو واحد. يبقى انا عشان اعمل ساتسفاي للمطلوب ده لازم اروح ابعت للكنترول ريجستر 90 هيكسا ديسيمال. طب هنا بورت سي خارج، بورت بي انبوت، المود بصفر، بورت سي خارج، ايه ما عندهاش مشكله؟ 001.
يبقى دي هتبقى 8 2 هكساديسيمال. يبقى اول خطوه عشان بس احدد الاتجاهات، انا ما جمعتش، ان انا اروح اقول له حط ال 90 في الكنترول ريجستر بتاع الايفن وحط ال 82 في الكنترول ريجستر بتاع الايفن. متفقين على ذلك؟ طيب تعالى بقى نبدا نكتب الحته دي. هو انت عشان تبعت لحاجه بره البروسيسور احنا ما عندناش غير ان واوت. طب انت دلوقتي عايز تبعت من البروسيسور لبره اوت ولا انت عايز تعمل ان؟ عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ هو اللي انا عايزه دلوقتي عايز ابعت ال 90 تتحط هنا وال 82 تتحط هناك، وبعد كده نشوف هنجمع ازاي. يبقى انت عايز تخرج، يبقى الامر كان اسمه اوت. بيتكتب ازاي؟ هو اوت الادرس والاي ال ريجستر. الادرس ده العنوان اللي انت عايز تبعت له، والاي ال ده اللي فيه الداتا اللي هتتخرج. انت عايز تخرج كام؟ خلاص يبقى حط في الاي ال 90 وخرج الداتا دي على 44 هكساديسيمال واي ال. هو الامر ده معناه ايه؟ هياخد اللي في الاي ال ريجستر يطلعه على العنوان ده. العنوان ده بتاع مين؟ بتاع الكنترول ريجستر. يبقى الداتا دي هتتحط هنا، يبقى الاي ال اللي قبليها لازم يبقى فيها 90. طب الحاله اللي هناك حط في الاي ال 82 اوت 45 واي ال. اللي انا عملته ده انا ما بداتش اكتب كود، انا بس عملت انيشاليزيشن للبورتات عشان احدد اتجاهها وخروجاتها. فدي اول خطوه هتتكتب. انت عايز تقرا وتكتب وتخرج، طب حددها لي بس هم داخل ولا خارج. تعالى بقى الخطوه اللي بعديها، هو عايز بقى يعمل ايه؟ هو عايز يقرا من بورت ايه. كويس جدا. بورت ايه فين؟ في الايفن. عنوانها كام؟ 00. يبقى اقرا حط في الاي ال 00 هكساديسيمال. دي معناها حط في المخزن الاي ال الداتا اللي جايه من البورت 00 اللي انا اصلا عرفتها ان هي داخل. يبقى الداتا اللي داخله من بورت ايه هتتحط في الاي ال. هيعمل ايه كمان؟ هيجمعها على الداتا اللي داخله من مين؟ من بورت بي. انا عشان اقرا الداتا اللي داخله من بورت بي ان، فالاي ال هيبوظ. فاروح اقول له طيب حط لنا كده الاي ال في البي ال، وبعد كده ان الاي ال وعنوان البورت بي اللي هي 05 هكساديسيمال. احنا بس في الاول ان اي ال و 00، فدي كده معناها ان الاي ال في قيمه بورت ايه. لو قلت ان اي ال و 05 فالاي ال هتروح، الاي اللي انا قريتها دي هتروح، فحطيتها بس في البي ال، وبعد كده قلت له ان الاي ال و 05 اللي هي موجوده في البورت بي. كده اصبح الاي ال الحالي في بورت بي والبي ال في بورت ايه. هتعمل ايه بقى؟ خلاص يبقى انا اروح اقول له اجمع الاي ال والبي ال والناتج حطه في الاي ال. كده ناتج جمع البورتين موجودين في الاي ال ريجستر. هتخرجهم منين بقى؟ بورت سي عنوانها كام؟ 41 واحده 41. يبقى اوت 40 واي ال واوت 41 واي ال، اصل هو هيخرج نفس الناتج من الاثنين بس كده.
يبقى الجزء الاولاني ده جزء الانيشاليزيشن، بظبط البورتات هتبقى داخلها ازاي، وبعد كده اكتب بقى السيكونس اللي انت عايزه، هتقرا فين وتدخل فين، طب خشهم، طب اجمعهم، طب اعكسهم، طب اعمل ماسك وخرج من لور، قصص بقى كثيره ممكن ناخدها في الامثله المره الجايه ان شاء الله. يبقى المساله دي لما بتيجي في امتحان بتبقى ظريفه عليها 5 درجات. بتبقى جايه ديزاين، اول حاجه العناوين، ما انا عندي 90 درجه بقى براحتي. فبيبقى جاي فيها جزء بتاع العنوان، بظبط العنوان وبقوم راسم للتشيب سيلكت ده بديزاين الهاردوير، وبعد كده بعمل ساتسفايد للسوفت وير اللي بيبقى موجود. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ ده طبيعي. ايوه البورتات بتاعت بورت سي الايفن والاود. لا ما هو خلاص متظبط. اللي انت بتقوله ده امتى بقى؟ هو السي ار وظيفته ايه؟ البورتات دي داخله ولا خارج؟ الكلام ده لو انا قلت لك اقرا من بورت A واقرا من بورت B واجمعهم وارجع خرج الناتج من بورت A تاني. يبقى في الحاله دي هتظبط الكنترول ريجستر عشان يبقى داخل، وبعد ما تجمع تظبط الكنترول ريجستر عشان هيبقى خارج، لكن مع بقاء حالات الدخل والخارج زي ما هي قيمة. حد عنده اي استفسار؟ اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.